ضربه البدايه. الف مبروك يا كابتن. حبيبي يا كابتن، الف مبروك لينا والنادي العظيم وللفرقه وللاداره وللقطاع وكابتن اسماعيل يوسف وكابتن عصام مرعي والقايمين على العمل الجبار اللي شغالين بيه من بقالنا شهرين او ثلاث شهور شغالين، والولاد طبعا، وربنا الحمد لله كرمنا النهارده اخر كرم. الحمد لله رب العالمين، قدرنا النهارده نحقق نتيجه في بدايتنا في بدايه المشوار، ان شاء الله تكون نتيجه مبشره لحصد البطولات ونرجع ارجع الزمالك طبعا للقطاع والولاد وال 2007 على مكانها الثاني الطبيعي اللي هو نمبر 1 دايما في كل البراعم والقطاعات وشغل الكوره كله. والحمد لله ربنا كرمنا، الحمد لله قدرنا نكسب النهارده، نعدي خطوه مهمه جدا. نادي الاسماعيلي نادي كبير طبعا، وناس اشقاء وناس اولاد العم، اولاد العم طبعا زي ما بنقول، واحنا على المستوى الشخصي ناس بيقابلونا بكل ترحاب هناك، واحنا طبعا بدلناهم الترحاب اللي هم بيقابلونا بيه، والحمد لله ربنا قدر يعني ان شاء الله. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده وقدرنا ناخد 3 بونت مهمين جدا النهارده الحمد لله. رامي، يعني تعليماتك كانت للعيبه قبل اللقاء 1-0 دي بتبقى مقلقه للمدير الفني طول المباراه، بتبقى تقعد تفكر 1-0 عايز تجيب جول تاني عشان تطمن، تعليماتك كانت دايما ليهم ايه في الماتش وبين الشوطين؟ والله احنا دخلنا الغرفه، احنا كنا مركزين من بعد اخر تمرينه اللي هو التكتيك اللي هو اليوم اللي قبل الماتش بيوم، وكنا مركزين مع الاولاد ان احنا نحفزهم اكتر. ابتدينا معاهم بالالتزام، بالتعاون مع الزميل بتاعهم، بعدم التعاون بالخصم، بالالتزام دايما عامه في الكلام والمحاضره والتحضيرات بتاعتنا الاوليه والاسبوعيه اللي احنا كنا شغالين عليها. والحمد لله ربنا كرمنا، قدروا الاولاد ينفذوا 80% من الشغل، مش اقول 100% طبعا عشان كان في شويه دفوات في الشغل بتاعنا واحنا نقدر نشتغل عليه في الفتره الجايه في الاسبوع. وتعليمات طبعا كابتن احمد رزق المدير الفني، بنقول له الف سلامه عليك، تعبان، ربنا يشفيه ان شاء الله ويعافيه. والجهاز الفني طبعا كله من بدايه العمل، غرف ملابس، المهمات، للدكتور. الماتش الجاي بقى مين هنلاعب؟ مين ان شاء الله عندنا المقاولين بره ان شاء الله، وبعد كده عندنا فاركو هنا. اول 4 ماتشات دايما تقال عندنا في النادي بيحطوا لنا في المجاميع بتاعتنا صعبه. عندنا اسماعيلي النهارده الحمد لله قدرنا ناخد 3 بونت، عندنا مقاولين الماتش الجاي بره ان شاء الله، وعندنا فاركو هيبقى في ملعبنا ان شاء الله، وعندنا الرابع ماتش الاهلي ان شاء الله بره، نقدر نحقق 12 بونت من 4 ماتشات، هيفرق معانا جدا ان شاء الله. صاحب الهدف الوحيد النهارده بركله الجزاء بالتخصص دايما احمد، متخصص في ضربات الجزاء. احمد، الف مبروك الفوز النهارده، واداء قوي ليك واول هدف ليك في الدوري. الحمد لله طبعا، احنا كنا متعهدين قبل الماتش ده ان احنا ننزل رجاله وناخد الثلاثة بونت. الحمد لله يعني الجون بتاع الاجوان بتاعت ربنا، الحمد لله ركله الجزاء جت فجاه، الحمد لله شطها وجت، الحمد لله اديتنا دفعه للي جاي، وان شاء الله اللي جاي احسن، وان شاء الله الماتش اللي جاي هتبقى بتاعتنا ان شاء الله، 3 بونت يبقوا في جيبنا. ضربه البدايه دي بتبقى مهمه ليكم مع كمان الاسماعيلي فريق قوي، هتديكوا دفعه للامام. اه طبعا تدينا دفعه للامام، وكابتن احمد رزق طبعا وكابتن رامي ادونا دفعه قبليه، ولازم نبقى رجاله ونتعاهد مع بعض، كلنا رجاله وكلنا ايد واحده، اللي بره زي اللي جوه، محدش بيبخل بنقطه عرق على النادي، وان شاء الله كابتن رزق تعاهدنا معاه ان احنا نكسب الماتش ده والماتش اللي جاي، وان شاء الله 3 بونت ان شاء الله هيبقوا لنادي الزمالك. كنت مركز في ضربه الجزاء، خلاص محدد هتشوط فين؟ اه طبعا انت محدد هتشوط فين؟ علم من زيزو بقى. اه طبعا، واهم حاجه الفوز 3 بونت، واحنا عملنا علينا من اول دقيقه لاخر دقيقه الحمد لله، كنا رجاله، وطول ما احنا رجاله هنكسب اي ماتش. كابتن رزق من اول الموسم ان احنا ناخد 3 بونت كل ماتش، ان شاء الله مش هنبخل بنقطه عرق للنادي ان شاء الله. كابتن الفرقه بقى يبقى عليك مجهود كبير جوه الملعب وخارج الملعب، دورك بيبقى قوي مع الفريق. اه طبعا اكيد، بس الحمد لله الرجاله رجاله، فرقتنا رجاله طول عمرها، ان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي ان شاء الله باذن الله، وناخد البطوله باذن الله. طبعا الاسماعيلي كان ضاغط علينا قوي في اخر 10 دقائق، كمان خسرنا 1-0 وكان عايز يعوض، بس احنا الحمد لله وقفنا كويسين والحمد لله ما دخلش فينا ولا جول الحمد لله. تعليمات الكابتن ليك بقى خاصه في الشوط الثاني عشان كسبانين 1 هنضغط، فتعليماته كانت ليك ايه؟ قال لي ما تزيدش وامن الحته اللي وراه واعمل عمق، والمهم ما يخشش فينا جون، المهم الاربعه اللي ورا يكونوا واقفين على رجليهم ما يخشش فينا جون، اهم حاجه اللي قدام قدام بقى، والمهم اللي احنا نكسب يعني ما يخشش فينا جون الحمد لله، الحمد لله ما يخشش فينا جون.